بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني متتبعي ومتتبعات قناة محمد برو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. اليوم جينا ندير لكم واحد الفيديو على قطعة أرضية جات على الطريق الساحلي، تبعد عن قرية أركمال بحوالي 7 كيلومتر إلى 8 كيلومتر، وهي بجانب الطريق الساحلي. القطعة الأرضية فيها 550 متر، كما كتشوفوا هذه هي القطعة الأرضية. القطعة فيها 550 متر للبيع. هذه القطعة كتباع هنا في هذه البلاصة، 550 متر اللي فيها. هذه قطعة أرضية لمن أراد الشراء، جات على الطريق، إنها الطريق، وهي في العرض ديالها ما نعرفش شي 14 متر، 14 متر، جات على شي 51 ولا لا 14 على شي 50 متر ولا 52، مهم بالتقريب. هي جات على الطريق الساحلي في هذه المنطقة. اللي بغى يشري القطعة هذه هي هذا الاخوان. هي قطعة ملكية على هذه هي الاخوان. المنطقة هذه هي هي قريبة للطريق كما كتشوفوا. هما البورنيات ديالها، من البورنية البيلي، ايوا الطريق قريبة للطريق كما كتشوفوا. يعني ثمرت تسد ذا القطعة الأرضية أنهم الإخوان، هذه 550 متر تقريب الكية للبيع من هذا الطريق كما كتشوفوا. الدوار يعني هنا السكان، الطريق الساحلي، الطريق الساحلي تشوفوا. الطريق الساحلي الإخوان، الله يحفظكم لنا جميعا إخواني متتبعي ومتتبعات قناة محمد برو، دائما معكم بالجديد، فيديوهات جديدة. وما تنساوش دعمونا باللايك، ديروا جيم باش يوصلكم الجديد، ديما بالجديد. تابعونا إخوان، قناة ممتازة لجميع العائلة لو بيتفرج وكيف تشهو شي مناظر عاود كنديرو فيها المناظر اللي بغا يتمتع، المناظر الخلابة اخوان. دابا رانا على الطريق الساحلي كما تشوفوا الاخوان. هاهو ها البحر، يبان لكم البحر.
من هنا الجبال جات ما بين البحر والجبال. جات في ال قلتكم الإخوان بعيد عن القرية بواحد 7 كيلومتر إلى 8 كيلومتر في منطقة إقليم الناظور. ما بين الجبال والبحر وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو إلى فيديو آخر إن شاء الله بحول الله. حفظكم الله ورعاكم إخواني متتبعي ومتتبعات قناة محمد برو عشان يحفظ رب العالمين جميعا. ما تنسوش دعمونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل يوم جديد. ما تنسوش تقمجيم الإخوان تشتركم ذي القناة باش نديوض يوميا بالجديد. والسلام عليكم.